حالات الطوارئ الإنسانية هيمنت على أخبار الصحة عام 2015، لكن هذا العام الذي شهد خيبات كبيرة كان أيضاً عام الإنجازات والأهداف المحققة التي حددت قبل سنين، وهو بنظر خبراء الصحة العامة عام قطف الثمار. منظمة الصحة العالمية كانت حددت أهم القضايا الأساسية على مر الشهور الماضية، منها ما فاق التوقعات ومنها ما بقي يراوح المكان مع تقدم طفيف لا يكاد يذكر. كان شهر يناير عام 2015 على موعد مع تقرير لمنظمة الصحة العالمية يلزم الحكومات باتخاذ إجراءات عاجلة من أجل خفض عبء الأمراض غير المعدية التي تسببت بوفاة 16 مليون شخص بمختلف الشرائح في العالم. شهر فبراير كان على موعد مع تقرير آخر يتناول جانباً مهماً من المجتمع ومن الحياة، وهو الاستثمار في أبحاث أمراض الخرف، مع ارتفاع عدد المصابين به إلى 50 مليون شخص، والمطلوب تحسين حال هذه الفئة ودعمها، إضافة لدعم أسرهم وتقديم النصح لهم. وفي شهر مارس صدرت توصية عالمية طبية من منظمة الصحة العالمية تنصح بخفض الاستهلاك اليومي من السكر إلى 10%، توصية ترافقت مع ارتفاع حاد في معدلات السمنة وأيضاً تسوس الأسنان. في أبريل وفي يوم الصحة العالمي صدرت دعوات للحفاظ على سلامة الغذاء من المزرعة إلى المائدة، فالغذاء الذي يحتوي على بكتيريا ضارة مسؤول عن نحو 200 مرض وموت مليوني شخص سنوياً. ومع نجاح كوبا في القضاء على انتقال فيروس الإيدز من الأم للطفل، لا يزال حلم الوصول لجيل خال من هذا المرض هدفاً طويل الأمد، خاصة مع وجود نحو 1.5 مليون امرأة مصابة به، نسبة عالية تصل ل 45% من انتقاله للجنين. في شهر نوفمبر الماضي المنظمة تقول إن الأمراض القاتلة أصبحت قاب قوسين من القضاء عليها تماماً كالتهاب السحايا، مع سعي المؤسسات الصحية والدولية للقضاء عليه وتأمين اللقاحات لنحو 22 مليون شخص تحديداً في الدول الإفريقية. وفي آخر التقديرات الصحية لشهر ديسمبر إحراز تقدم واضح في مكافحة الملاريا، فالاستثمارات العالمية في هذا الخصوص تفادت وفاة نحو 6 ملايين شخص.